بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، هذا محمد الجزار يحييكم حيث التعليق والوصف التفصيلي على الشوط الثاني من مباراة القمة بين نادي الشرقية ونادي فاووس الرياضي هنا في على أرض ملعب مركز شباب الديدامون الرياضي الذي تأسس سنة 1965 في مباراة من العيار الثقيل ضمن مباريات المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث. كل اللي كان متابع معانا شايفين في تغيير لفريق نادي الشرقية، التغيير الثاني هينزل محمد خيري بدل المصاب عبد الله الشناف، ويمكن عبد الله الشناف كان نزل كمان لتعويض إصابة اللاعب حسن ماريو الذي خرج مصابا في الشوط الأول. دقائق قليلة وينطلق الشوط الثاني من عمر المباراة بصافرة تحكيمية للكابتن محمد كابو حكم الدرجة الأولى من منطقة بورسعيد، ويساعده الكابتن أحمد بكر مساعد أول والكابتن حسن جودة مساعد ثاني. الشوط الأول من عمر هذه المباراة انتهى بتقدم فريق نادي فاووس الرياضي بهدف نظيف أحرزه اللاعب عبد العزيز محمد الشهير بزيزو في الدقيقة 35، بينما أهدر اللاعب محمد صالح ركلة جزاء في الدقيقة 38 من عمر اللقاء لمصلحة نادي الشرقية. يا ده علي مش جالي التاج، يلا تلاقيك عملت واحد تاني والله. مش مشكلة بعدين مش مشكلة. يلا كابتن لو سمحت بعد إذن حضرتك. في ناس صحافه خلاص اللي بتسجل في شباب هم حددنا يا باشا عشان نطلع رئيس واحد رئيس بس كده خلاص. تعليمات طبعا من افراد الامن للجماهير بتواجد فقط الاعلاميين سياده اللواء صبري الشوادفي، وتعليمات صارمه لعدم تواجد اي مشجعين داخل الملعب. برافو طبعا، هذا هو المطلوب لتخرج المباراة بافضل صورة من الناحية التنظيمية. تشجيع كبير ولقطة جميلة من جماهير الشرقية التي زحفت من الزقازيق وكل المناطق المجاورة للعاصمة لمؤازرة فريق نادي الشرقية في مباراته الصعبة اليوم امام نادي فاووس الرياضي الذي يقدم مباريات جميلة حتى الآن في دوري القسم الثالث، ومن الأندية الواعدة التي يتوقع لها الجميع مستقبل كبير تحت قيادة المدرب الشاب محسن الشبراوي صاحب 39 سنة، والذي يأمل قيادة فريق فاووس إلى دوري الممتاز به بعدما كان قريبا في العامين الماضيين. في السنة الماضية كان قريبا من دورة الترقي بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق دمياط، وفي الموسم الماضي احتل المركز الثالث خلف فريق الشرقية وكهرباء اسماعيلية، وهذا الموسم يتطلع للتواجد ايضا في دورة الترقي، رغم ان فريق واحد بيتأهل من المجموعة الى دورة الترقي. 14 فريق طبعا زي ما بنقول موجودين في المجموعة العشرة التي يشرف على تنظيمها منطقة الشرقية لكرة القدم. المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث زي ما سبقت وقلت بتضم من الشرقية نادي فاووس ونادي الشرقية وبلبيس وشباب ابو حماد ونادي ديار بنجم وابو كبير ومركز شباب ديار بنجم، ومن محافظة الدقهلية نادي دادوس، ومن المنوفية أندية غزل شبين وتلا وسرسل ليان وميت خلف وميت خقان وعرب الرمل. قلنا بيصعد فريق واحد فقط لدورة الترقي من كل مجموعة، وبيهبط خمس فرق من كل مجموعة إلى دوري القسم الرابع. نظام الصعود أول أربع مجموعات بيصعدوا وبيلعبوا دوري من دورين، بيصعد واحد فقط، 12 مجموعة طبعا على مستوى الجمهورية. المجموعات من 5 6 7 8 بيصعد أيضا أول كل مجموعة بيلعبوا دوري من دورين. المجموعة التاسعة والعشرة والحداشر والاتناشر بيعملوا دوري من دورين، وبيصعد من التقسيمة اللي قلناها قبل كده من المجموعات
الاولى للرابعه والخامسه للثامنه والتاسعه لل 12 بيصعد ثلاث فرق لدوري الممتاز به، يعني من كل المجموعات دي 12 مجموعه على مستوى الجمهوريه ثلاث مجموعات ثلاث فرق فقط بتصعد لدوري الممتاز به، نتمنى ان شاء الله يكون من ضمنها فريق نادي الشرقيه، يعني ده يعني الفريق اللي هيصعد من المجموعه العاشره لن يصعد مباشره الى الدوري الممتاز، ولكن بما ان المجموعه العاشره بتضم انديه من انديه الشرقيه فهيلعب اول كل مجموعه مع اول مجموعات التاسعه وال11 وال12، واللي بيحتل المركز الاول من الاربع فرق في دوره الترقي بيصعد الى جانب فريقين اخرين الى دوري الممتاز به. حتى الان اعزائنا المشاهدين لم يبدا الشوط الثاني من عمر اللقاء، ونادي الشرقيه بيستعد لاجراء تغييرين دفعه واحده، زي ما قلنا عبد الله الشناف هيخرج لاصابته مره واحده اخر، هينزل محمد خيري بدل من عبد الله الشناف. ما هو لسه ما اتغيرش يا عم ايمن، لسه ما نزلش، لما ينزل يبقى باين لك تغيير. طبعا يا جماعه بننتهز الفرصه دي، احنا ما شاء الله بيتعمل فينا من حكام ولجنه المسابقات اعلى شغل، بس بصراحه احنا نستاهل بما يرضي الله، دي الخلاصه يعني. بتعمل فينا من لجنه الحكام ولجنه المسابقات بالمنطقه اعلى شغل. مفيش حد بيقعد في الملعب ولا حد بيطلع ولا اي حد، لو عايزين مش هيلعبوا خلاص يا عم. ده ولسه لسه اصبروا بس. طبعا كابتن مصطفى مزيكا بيدي تعليمات لمحمد خيري اللي هينزل بديل للمصاب الثاني عبد الله الشناف. الاول انتهى اصدقاء المتابعين بتقدم فريق فاوس عن طريق اللاعب زيزو، شريعه تاح لركل الجزاء نفذها اللاعب محمد صالح، ولكن حارس المرمى متالق تصدى لها ببراعه سيد يوسف. كابتن هو حضرتك بتعمل كده في كل الماتشات؟ لا بجد والله كابتن. لا يا صراحه صعبه. علي احنا ملناش علاقه بالقصه دي، ملناش علاقه. يا كابتن سوري يا كابتن، سوري سوري يا كابتن. عادي يا احمد، كابتن احمد سوري يا كابتن، بس علي علي احترم الناس يا علي. الله سوري يا كابتن، عندنا كابتن بس فينا كابتن بنلم اعمل من الاول. علي علي مش ينفع كده، انت بتبص مباشر يا عم. في يا رجاله علي علي، ده الشغل البلطجه ده علي هنا عشان مش مروحه. لا والله لا 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 بنتي يا عم جابن سمر. يبقى هي متابعين هنا يا راجل. اه ما هي فتحت وبعدين اتفرج. مرة تانية أعزائي المشاهدين، بسم الله الرحمن الرحيم، ينطلق الشوط الثاني من عمر مباراة نادي فاوس الرياضي مع نادي الشرقية ضمن مباراة المجموعة العاشرة للدوري القسم الثالث. نظبط ساعتنا مع بعض، 45 دقيقة من نار بحثا عن الانتصار، من سيتمكن من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. حتى الآن التقدم لمصلحة نادي فاوس الرياضي بهدف نظيف احرزه عبد العزيز محمد. هذا محمد الجزار وعلي نبوي يحييكم عبر صفحة الشرقية تيم لنقل البث والتعليق والوصف التفصيلي على مباراة نادي الشرقية بزيه الاخضر على يمين الشاشة في مواجهة نادي فاوس الرياضي على يسار الشاشة. التقدم حتى الان 1-0 لمصلحة نادي فاوس الرياضي احرزه عبد العزيز محمد. يستعد نادي الشرقية لإجراء تغييرين دفعة واحدة، هنشوف مين اللي نزل مكان مين. التغيير الثاني لنادي الشرقية، نزل محمد خيري بدلا من عبد الله الشناف، هنشوف اعتقد في تغيير ثالث ولا ايه؟ إجراء الكابتن مصطفى مزيكا. بداية الشوط الثاني أعزائنا المشاهدين، التقدم لنادي فاوس الرياضي بالزي الأحمر بهدف للا شيء على حساب نادي الشرقية الرياضي بالزي الأخضر الزي التقليدي الشهير. أدي الكابتن فرج كمال يلعب الكرة في نص الملعب عند تريكا. رقم كام اللي نزل؟ خمسة. محمد خيري. أدي فرج كمال عايز يعدي. 14 مكان 5. Come on!
محاولات وبداية قوية من نادي الشرية لتسجيل هدف التعادل بعدما فرط محمد صالح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 38 بعدما أهدر ركلة جزاء تصدى لها سيد يوسف حارس نادي فوز. لكن محاولات من الشرية وعبادة، تسديدة حلوة لكن بعيدة، تسديدة من محمد عبادة لكن فوق العارضة وتطلع ضربة مرمى. وحتى الآن نرجع ونفكر اللي ما كانش موجود معانا، التقدم لمصلحة نادي فوز الرياضي بهدف نظيف على حساب نادي الشرية في المباراة المقامة على ملعب مركز شباب الديدمون هنا في فوز، ضمن مباراة الجولة الثالثة من دوري القسم الثالث، المباراة المؤجلة بسبب ارتباطات نادي الشرية في كأس مصر، واللي تمكن طبعا نادي الشرية من التأهل لدور ال 64، وتنتظر مواجهة قوية مع ألمونيوم نجع حمادي، لم يتحدد موعدها بعد ولكن ستقام إن شاء الله في ضيافة استاد الجامعة في الزقازيق. كل الأمنيات لأحفاد عراب إن شاء الله نادي الشرية في مواصلة المشوار والذهاب بعيدا في أقدم البطولات المصرية، بطولة كأس مصر. طبعا نادي فوز الرياضي على الجانب الآخر ودع هذه البطولة من مرحلة الدور التمهيدي الثاني بعد خسارته أمام شباب ديارب. أما نادي أما مركز شباب فوز أو الساحة الشعبية فكان خروجه من الدور التمهيدي الأول هنا أيضا على ملعب الديدمون أمام نادي فوز الرياضي في مباراة كان بطلها الأول والأوحد النجم سيد يوسف الحارس الملقب بالأخطبوط صاحب ال 38 سنة والذي تعملق وتصدى لركلات الترجيح وقاد نادي فوز الرياضي إلى الدور التمهيدي الثاني قبل أن يتوقف المشوار أمام شباب ديار. نرجع لمباراتنا طبعا، مباراة الشرقية مع نادي فوز الرياضي واللي بيتولى ادارتها تحكيميا زي ما قلنا الكابتن محمد كابو حكم الساحة، والمساعد الاول الكابتن احمد بكر، والمساعد الثاني حسن جودة. طبعا طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد درجة اولى وعاملين حتى الان مباراة كبيرة، وكل التقدير والاحترام لحكامنا الحكام المصريين المجتهدين. ضربة حرة مباشرة من ناحية اليمين لنادي الشرية، هنشوف مين على التنفيذ. محمد صالح، محمد صالح المتخصص في الكرات الثابتة واللي أهدر طبعا ركلة الجزاء لنادي الشرقية في الدقيقة 38. كرة من مكان ممكن يكون في خطورة كبيرة على مرمى الحارس السيد يوسف ونادي فوز الرياضي. يلا كل جماهير الشرقية بتترقب وتنتظر هدف التعادل وهز الشباك، هز شباك الحارس سيد يوسف لمواصلة المشوار نحو العودة للممتاز به. ودي تسديدة حلوة، أرضية زحفة لكن كراوش لها بالمرصاد ويطلع كرة لضربة ركنية. ضربة ركنية لمصلحة نادي الشرقية من ناحية اليمين. محمد صالح أيضا على التنفيذ أعزائنا المشاهدين، والتقدم كما أسلفنا وذكرنا حتى الآن لمصلحة فؤوس نادي فؤوس الرياضي بهدف نظيف أحرزه عبد العزيز محمد الشهير بزيزو. وبنلعب في الدقيقة الخامسة، وده عرضية خطيرة لكن برافو يا ولد بفدائية على طول يطلع دفاع نادي فؤوس وينظف منطقة الدفاع قبل ما تشكل الكرة أي خطورة على مرمى الحارس سيد يوسف. توصل الكرة عند البديل محمد خيري اللي نزل مع انطلاقة الشوط الثاني لكن يطلع وينظف على طول بضربة الرأس. يا ولد يا لعيب اللي عامل مباراة كبيرة لحد دلوقتي فكري أحمد رقم 8، برافو يا فكري. لاعب وسط ملعب نادي فوز الرياضي، تطلع كرة رمي التماس ولا ضربة حرة، فاول لمصلحة الشرقوة. نادي الشرية بيبحث عن نفسه حتى الآن أعزائنا المشاهدين لإدراك هدف التعادل. تتلعب الكرة عند خيري رقم 14 قميص العظماء حسن شحاتة وحازم إمام والكثير من النجوم الكبار الذين مثلوا الكرة المصرية، علاء ميهوب من النادي الأهلي والنجم الكبير حسام غالي في النادي الأهلي أيضا، ويبقى بريق حازم إمام من النجوم المميزين جدا الذين ارتدوا هذا القميص، وأبو كريم المعلم حسن شحاتة صانع أمجاد الكرة المصرية والفوز بثلاث بطولات أمم أفريقيا. ولا ننسى أيضا النجم الكبير جدا جمال عبد الحميد الذي دفع عن ألوان الأهلي والزمالك وصاحب الرأس الذهبية ومهاجم منتخب مصر القدير جمال عبد الحميد. كرة طويلة وعالية لكن يطلع دفاع الشرقية وتوصل عند فرج كمال مرة تانية واصلة لرضا حسن
وحتى الآن محسن الشبراوي يحتفظ بتشكيلته الأساسية ولم يجري أي تغيير، بينما أجرى الكابتن مصطفى مزيكا تغييرين اضطراريين بنزول عبد الله الشناف مكان حسن ماريو في الشوط الأول، لكن خرج الشناف أيضا للإصابة وتعرضه لارتجاج خفيف في المخ ونزل مكانه محمد خيري مع بداية الشوط الثاني. كل الأمنيات بشفاء للشناف ولحسن ماريو بإذن الله ويعودوا إلى الملاعب سريعا في الفترة القادمة. كرة طويلة وملعوبة، نادي الشرقية ظاهر بشكل أفضل والله في الشوط الثاني، ولا زال الكابتن ناصر عبد الغني مساعد المدرب يتحدث للاعبيه ومحاولة الاستفاقة والعودة لمجريات اللقاء مرة ثانية أعزائنا المشاهدين وتسجيل هدف التعادل. بيقول لي والله علي نبوي زميلنا إن محمود صلاح بيشتكي من إصابة في العضلة الدم الضمة وبيلعب وهو مصاب. سلامات طبعا، موقف لا يحسد عليه الكابتن مصطفى مزيكا، الإصابات الكتيرة لحد دلوقتي للاعبة الشرقية. وادي رقم 8 على التنفيذ، كرة عالية وخطيرة لكن محمد كابو يحسب ضربة حرة غير مباشرة على طول لمصلحة نادي الشرقية. تسلل عفوا، بيقول مفيش خطأ ولا حاجة. شكرا لسيادة اللواء. مصطفى الشواتفي، صابر الشواتفي مراقب مباراة اليوم واللي بيبذل والله مجهودات كبيرة منذ بداية المباراة ومحاولة تطبيق الأمن واللوائح والقوانين. اللواء صابر الشواتفي مراقب هذه المباراة أعزائنا المشاهدين، بينما مراقب الحكام الكابتن مجدي طايل، كابتن مجدي صيام مراقب الحكام. مصطفى العرباوي ومحاولات الضغط المستمر على لاعبي نادي الشرقية، احنا اللي بنجيب الكرة يا كابتن، ومحسن الشبراوي دائم الحديث مع لاعبيه، فيما علي الجناين يتحدث لحكم المباراة ويطالب بعدم إضاعة الوقت من لاعبي نادي فاوس. علي الجنايني وضاغط وممكن يبقى فيها خطورة على الكرة، توصل لكريم سمير يفتح الملعب ناحية اليمين، حلوة وخطيرة عند خيري وتسديدة وخطر محمد خيري، لكن سيد يوسف بثبات سيد يوسف يتصدى لكرة خيري ويحافظ على التقدم حتى الآن لمصلحة نادي فاوس بهدف نظيف. مش ساكت نادي الشرقية وضغط متواصل، وبادئين الشوط الثاني بداية أفضل بكتير جدا من الشوط الأول، بينما نادي فاقوس يحترم هذه الحماسة وهذا الاندفاع من لاعبي نادي الشرقية، لكن على محسن الشبراوي الحذر ثم الحذر من الضغط الكبير من نادي الشرقية، لأن في النهاية الضغط يولد الانفجار، ونادي الشرقية لا يريد تجرع مرارة الخسارة الأولى في بطولة القسم الثالث، بينما نادي فاوس الرياضي لا يزال يبحث عن فوزه الأول. وادي الكرة العرضية ملعوبة حلوة من رقم 22 مصطفى العرباوي، لكن توصل الكرة عند محمد مشمش. برافو يا مشمش، حارس قصير كده لكن متمكن حتى الآن. وادي مصطفى مزيكا بيجهز التغيير الثالث، تغيير هجومي اكيد. ياسر ابراهيم يستعد للتغيير، والتغيير الثالث والاخير علاء مختار مع ياسر ابراهيم رقم 9، تغيير هجومي بالتاكيد. هنشوف هينزل مكان مين ياسر ابراهيم، بدل محمود صلاح، وايضا تغيير بسبب الاصابه محمود صلاح رقم 16. برافو محمود، راجل يا ولد، كمل ولعب وهو مصاب واشتكى من العضلة الضامة محمود صلاح، وبيلقى التحية طبعا من الكابتن ناصر عبد الغني مساعد المباراة. إصابات بالجملة النهاردة، ثلاث إصابات في خط الدفاع، ما الذي يحدث في نادي الشرقية؟ خط الدفاع بالكامل بيتم تغييره بخروج محمود صلاح
وعبد الله الشناف وحسن ماريو بسبب الاصابات المتتاليه. هل يستغل الفرصه لاعيبه فاوس ويخطفوا هدف تاني ويحرزوا اول ثلاث نقاط بعد الخساره في اول مباراه من دقادوس 2-1 ومن ميت خلف اتعادلوا 0-0 وتعادلوا مع تلا 1-1، حتى الان متقدمين 1-0 ومباراه كبيره بيقدمها نادي فاوس الرياضي بقياده مدربه الموهوب والشاب محسن الشبراوي. وادي تغيير هنشوف عبد الله ابو العمايم هيقول لنا مين نزل مكان مين. احمد سعد رقم 9 مكان رضا حسن رقم 24. التغيير الاول لفاوس. نادي الشرقيه استنفذ تغييراته اعزائنا المشاهدين، واجرى الكابتن مصطفى مزيكا التغييرات الثلاثه اضطراريه بسبب الاصابات، بينما الان محسن الشبراوي يجري التغيير الاول بنزول احمد سعد بدل من رضا حسن. بيحاول ينشط الكابتن محسن الشبراوي في نص الملعب في ظل السيطره الواضحه والكبيره لنادي الشرقيه الرياضي، لكن الحقيقه لازم نقول ولازم نشيد بمحسن الشبراوي المدرب الشاب اللي عامل فرقه كويسه الحقيقه، ولعب اداء تكتيكي كويس وفرقه واقفه على الارض وبتلعب كوره، مفيش لعب عشوائي. وند للند مع نادي الشرقيه صاحب الخبرات الكبيره واللي حتى الان متاخر بهدف نظيف احرزه اللاعب عبد العزيز محمد. وادي انطلاقه من احمد عبد الغني يلعب حلوه للي لسه نازل كريم سمير والله المهاجم ناحيه الشمال والعرضيه وخطيره، لكن ينظف على طول الدفاع ويطلع، لكن رجع كره مره ثانيه لنادي الشرقيه عند فارق كمال في نص الملعب. فارق كمال يفتح الملعب لتريكا اللي لسه مختفي لحد دلوقتي في الشوط الثاني لخيري، لكن مقطوعه وتتلعب الكره طويله وعاليه ومرتده وخطر وزق وفيها فاول، فيها فاول مع سبق الاصرار والترصد، ما فيهاش اي اعتراض يا كراوش، فاول يا راجل واضحه جدا، فاول يا راجل واضحه جدا وانذار، خد انذار كده في الدقيقه 14 محمد كراوش بسبب الاعتراض على الحكم محمد كابو. كابو يا جماعه وطاقم التحكيم المساعد معاه حسن جوده واحمد بكر، نقول اللي لينا واللي علينا، عاملين مباراه كبيره ومدين كل فريق حقه. احتسب محمد كابو ركله جزاء في الدقيقه 38 للشرقيه اضعها محمد صالح، والراجل بيعمل مباراه كبيره كابو وطاقم التحكيم المساعد الحقيقه. كل التحيه لحكامنا المجتهدين، الحكم بشر مهما اخطا لازم نلتمس ليه العذر، لكن على الجانب الاخر لازم ندعم حكامنا. الحكم المصري ليه اسمه وليه نجوميته، والحكم المصري دايما موجود في بطولات امم افريقيا وبطولات كاس العالم بمختلف فئاتها، لازم دايما نلتمس العذر للحكم لانه بشر، لكن دائما نظريه المؤامره والهجوم الكبير على الحكام اعتقد ده ما بنشوفوش بهذه الدرجه وبهذه النظرية سوى في مصر. صحيح ممكن الحكم يخطئ، ممكن الحكم يتسبب في أخطاء تغير نتيجة مباراة، لكن في لجنة حكام وفي اتحاد كرة ممكن يحاسب وممكن نراجع أخطاء الحكام، لكن الهجوم الكبير جدا على حكامنا أعتقد أنه هيضر حكامنا ولا يفيدهم. نريد منظومة كروية مميزة، والتحكيم هو جزء من هذه المنظومة لا يتجزأ على الإطلاق. رمي التماس لنادي الشرقيه من ناحيه اليمين اعزائنا المشاهدين، وبنتكلم لحد دلوقتي بنقول الدقيقه 16 من عمر الشوط الثاني من هذه المباراه، والتقدم لنادي فاوس بهدف نظيف على حساب نادي الشرقيه، وخطا واضح لمصلحه نادي فاوس لمصلحه محمد كراوش. يحتسب الحكم محمد كابو. محمد كراوش سليم الحمد لله. تحكيم بخير، تحكيم بخير. بخير بخير. هيلعبها العرباوي.
طويله وعاليه يدور على كراوش، وكراوش لكن برافو يا مشمش بثبات يمسك محمد مشمش، وعايز يلعب المرتده السريعه على طول طويله وعاليه وخطيره وكريم سمير، لكن سيد يوسف وبيقول كده داخل بيده على الكره، واعتراض من محسن الشبراوي لكن بثبات يمسك الكره على طول سيد يوسف. ناحيه الشمال نادي الشرقيه الذي يقدم شوط ثاني افضل بكثير مما كان عليه في الشوط الاول. لسه ما شفناش ياسر ابراهيم البديل اللي نزل في الشوط الثاني مكان محمود صلاح. توصل الكره عند تريكا في نص الملعب، يا ولد يا لعيب، يرقص ويلعب وفاول، فاول فاول من على حدود منطقه الجزاء. لمصلحة نادي الشرقية حامد فيصل من مكان حلو، من مكان حلو قوي حامد فيصل على حدود منطقة الجزاء. هنشوف بقى تسديدة قوية صاروخية تهز شباك حارس فاوز السيد فاوز السيد يوسف ولا ايه؟ محاولات مستمرة لنادي الشرقية لتسجيل هدف التعادل، فيما محاولات مستمرة على الجانب الآخر نادي فاوس الرياضي يحافظ على رباطة جاشو ويتصدى للضغط المستمر لنادي الشرقية. فرج كمال على التنفيذ ولا مين؟ فرج كمال رقم 22 من مكان حلو، عايز واحد مدفعجي هيلعب العرضيه والله يشوط على طول على المرمى. فرج شكله هيلعب على طول، وادي فرج لكن تخبط في حائط الصد وتطلع رامي التماس. تنفيذ وحش والله من فرج، وتطلع الكوره رامي التماس لنادي فوز. كان فرصه هدف التعادل من مكان حلو لكن للاسف لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب. رامي التماس واقع في الملعب، ويحسب الحكم محمد كابو خطأ تاني لمصلحة نادي الشرقية الرياضي الذي لا يزال يبحث عن تسجيل هدف التعادل في مباراته أمام نادي فاوس الرياضي اللي متقدم بهدف نظيف أحرزه عبد العزيز محمد في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول من هذه المواجهة. تتلعب الكرة، كريم سمير بيحاول يصلح لكن سهلة في ايد السيد يوسف، ويمسك بثبات السيد يوسف ويضيع له شوية ثواني كده. يلعب سيد يوسف عالية عند محمد عبادة، لسه ما شفناش محمد عبادة عنده احسن من كده، لكن تطول الكرة منه وتطلع رمي التماس للشرقية، تتلعب على طول عند فرج. فرج يطلع كده بشكل خاطئ تروح لزيزو، وعايز يلعب واحدة تسديدة ارضية زحيفة تانية من تسديداته، لكن على طول تدخل قوي من لعيبة نادي الشرقية ويحسب محمد فاول محمد كابو خطأ كده قريب من كرة فرج كمال قبل شوية لمصلحة نادي الشرقية. هل ممكن بقى عبد العزيز يستغلها بشكل أفضل ويلعبها بطريقة أحسن ويسجل هدف جديد لمصلحة نادي فاوس، ولا الحارس محمد مشمش هيحافظ على شباكه بعد أن اهتزت في الشوط الأول بهدف من عبد العزيز؟ على التنفيذ برضو عبد العزيز الشهير بكريستيانو فاوس من مكان حلو وخطيرة، خلي بالك يا مشمش من لدغات عبد العزيز. زيزو في مواجهه مشمش وحائط الصد، وادي زيزو حلوه، الله الله عليك يا زيزو، بقول لكم يا جماعه رجله تتلف في حرير والله. عبد العزيز محمد الشهير بزيزو صاحب الهدف الاول، لكن برافو يا مشمش، وادي تدخل قوي وفيها انذار، فيها انذار طبعا ما فيهاش كلام، وحيد ياخد انذار
من نادي فاوس الرياضي. تدخل قوي على لاعب نادي الشرقية. انذار في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول. عمر الشوط الثاني من اللقاء أعزائنا المشاهدين، ولا يزال تريكا ورفاقه يحاولوا البحث عن هدف التعادل لمصلحة نادي الشرقية. وده عرضية خطيرة، وابا يا كريم يا كريم، حرام عليك يا راجل، ايه اللي ضيعته ده انت والشبكة يا راجل. لكن يجل وتقلش الكرة من على رجله، وفرصة هدف التعادل لمصلحة نادي الشرقية تضيع بغرابة شديدة جدا. لكن الشرقية احسن بكتير في الشوط الثاني، كأننا بنشوف فريق تاني مختلف عن اللي شفناه في الشوط الاول. تنظيم ولعب كويس ومحاولات هجومية مستمرة، فيما محمد كراوش وسط ثلاث مدافعين يحاول المرور، يلعب لعبادة عايز يعدي، لكن معاه محمد صالح يقطع وتتلعب وتوصل الكرة، رمي التماس وينظف على طول اللي لسه نازل احمد سعد بيبص له كده. حامد فيصل وتدخل قوي من احمد سعد مع حامد فيصل، لكن الحكم بيشاور باستمرار اللعب، بيقول العب مفيش حاجه. توصل الكره ناحيه اليمين عند تريكا، يلا يا تريكا اظهر وبان عليك الامان، لكن خاطف زيزو والمرتده واثنين، لكن وسط اربعه هيعملوا ايه؟ توصل الكره مره تانية لكن مقطوعه يا ولد يا لعيب، وتدخل قوي جدا مع احمد عبد الغني، ويحسب على طول محمد كابو فاول. المباراه اعزائنا المشاهدين تشتعل وعلى صفيح ساخن جدا. 1-0 لنادي فاوس الرياضي، والشراوة مش ساكتين، يلا يا احفاد عرابي، كل جماهير الشرقية والكل في الزقازيق ينتظر عودة الشراوة بالثلاث نقاط. لكن ابناء فاوس النهاردة تحت قيادة محسن الشبراوي بيقدموا واحدة من اجمل مبارياتهم الحقيقة، وبيتقدموا على نادي الشرقية بهدف نظيف. تتقطع الكورة وعايز يلعب المرتدة السريعة، لكن برافو يا ولد، يقطع على طول محمد صالح، توصل الكورة عند رقم 9 ياسر ابراهيم، لكن اطول من اللازم وتطلع رمي التماس. وشايفين في تغيير تاني لنادي فاوس الرياضي، هنشوف الكابتن عبد الله ابو العمايل. عباده هيطلع وهينزل احمد اوف، لحظه بس نشوف عباده هيطلع ولا لا. اه محمد عباده رقم 10 وهينزل احمد اوف 12. التغيير الثاني اعزائنا المشاهدين، الجهاز الاداري لنادي فاوس الرياضي الكابتن احمد ثروت بيجري التغيير الثاني لنادي فاوس بنزول احمد عوف رقم 12 مكان محمد عباده للاصابه. لعيب مميز ولعيب موهوب عباده، لكن حتى الان او في خلال هذه المباراه كان مصطفى مزيكا عامل شبكه دفاعيه كبيره على محمد عباده، لانه عارف انه واحد من اخطر اللاعبين في نادي فاوس الرياضي، لكن كانت كلمه التفوق عن طريق اللاعب الموهوب ايضا عبد العزيز محمد اشيربي زيزو. ملعوبه الكره ثانيه وخطيره، يجل كده الدفاع، لكن على طول عند السيد يوسف نادي فاوس الرياضي يتقدم اعزائنا المشاهدين بهدف نظيف هنا على ملعب الديدمون. هذا الملعب هو قاهر الكبار اعزائنا المشاهدين، اي فريق دايما من فرق الممتاز به او من الفرق العريقه بيجد صعوبه كبيره جدا دايما لما بيلعب هنا على ملعب الديدمون في ظل الحماس الكبير لنادي فاوس الرياضي وجماهيره. شفنا في الموسم الماضي بيقول للكابتن عبد الله ابو العمايم لقبه كده ملعب كمين لاي فريق بيجي من مختلف المدن في محافظه الشرقيه او المحافظات الاخرى، خاصه محافظات الاسماعيليه لما بيجي كهربه اسماعيليه او القناه او المريخ او اي من الانديه الكبيره اللي كان ليها باع قبل كده في الدوري الممتاز او في الدوري الممتاز به، بيجدوا صعوبه كبيره في الفوز على فرق فاوس هنا على ملعب نادي الديدمون. ونادي الديدمون او مركز شباب الديدمون هو واحد من الملاعب العريقة أو مراكز الشباب العريقة أعزائنا المشاهدين في فاوس، حيث تأسس سنة 1965، وجماهيره وجماهير الديدمون جماهير عاشقة
ومتيمة جدا بكرة القدم وفؤوس لديها الكثير من الأسماء والنجوم الكبار التي أيضا كان لها باع كبير في دوري الممتاز به وأيضا الدوري الممتاز. 1-0 حتى الآن لنادي فؤوس الرياضي على حساب نادي الشرقية. وادي كرة تخبط في الحكم وبيعمل اسقاط، خبطت الكرة فيه وطبعا ما راحتش في طريقها الصحيح. يرجع محمد كابو حكم مباراة اليوم اعزائنا المشاهدين، اللي عامل والله مباراة كبيرة هو وطاقمه المساعد حتى الان الكابتن حسن جودة والكابتن احمد بكر، وايضا مراقب المباراة سيادة اللواء صابر الشواتفي، ومراقب الحكام الكابتن مجدي صيام. كل التحية ليهم ولكل ضيوف فؤوس في مباراة اليوم ضمن القسم الثالث المجموعة العاشرة، مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث. ادي كرة لنادي الشرقية ومحاولات مستميتة لهز شباك المخضرم السيد يوسف الذي تصدى لركلة جزاء حتى الآن. وادي العرضية وخطيرة، وابا وجون 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 ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم اعزائنا المشاهدين بضربة راس ولا اروع يسجل هدف التعادل لنادي الشرقية. اعزائنا المشاهدين اخيرا يبصم على الشباك ويحرز هدف التعادل اللاعب البديل ياسر ابراهيم في الدقيقة 28. الدقيقة 28 وفرحة كبيرة لجماهير الشرقية بإحراز هدف التعادل عن طريق البديل ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم في الدقيقة 28. الدقيقة 68 برضه. كريم 73. الدقيقة 73 من عمر المباراة و28 من الشوط الثاني أعزائنا المشاهدين أخيراً يفك العقم التهديفي لنادي الشرقية البديل الناجح لمصطفى مزيكا اللاعب ياسر ابراهيم بعد عرضية ولا اروع ايضا من البديل الاخر محمد خيري ليحرز هدف التعادل لنادي الشرقية. اعزائنا المشاهدين في الدقيقة 73 وتشتعل المباراة، 1 فؤوس 1 نادي الشرقية، مباراة ولا احلى ولا اروع وسط اجواء جماهيرية مميزة للغاية. اعزائنا المشاهدين برافو محمد خيري العرضية الجميلة، وبرافو أيضا ولا أروع ياسر إبراهيم الذي يقفز قفزة ولا أروع ويصعد أعلى من الجميع من كل مدافعي نادي الشرقية نادي فؤوس ويحرز هدف التعادل لنادي الشرقية في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، 1 الشرقية 1 نادي فؤوس الرياضي. الله 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 عليك يا ياسر ابراهيم، فرحت كل الشراوه يا ابني، فرحت كل الزقازيق بهدف التعادل. الفريق كان متاخر بهدف نظيف لمصلحه نادي فؤوس اللي تقدم عن طريق عبد العزيز محمد على ارض وسط جماهيره، لكن ياسر ابراهيم بيقول لمصطفى مزيكا انا ادي ثقتك يا كابتن، نزلتني في الشوط الثاني وسجلت لك هدف التعادل، والان هل سيصمد نادي فؤوس الرياضي؟ قلت لكم الضغط بيولد الانفجار، مهما تتراجع الى الدفاع ومهما تحاول باستماتة في المناطق الخلفية الا تتلقى اي اهداف، لكن في النهاية لابد ان تحدث الاخطاء، وبالفعل ينجح ياسر ابراهيم البديل الناجح من احراز هدف التعادل لنادي الشرقية. واحد واحد اعزائنا المشاهدين والمتابعين في كل مكان عبر صفحة الشرقية تيم وزميلنا علي نبوي. التقدم حتى الان لمصلحة او التعادل حتى الان هو سيد الموقف بين نادي الشرقية ونادي فؤوس الرياضي، 1-1. عبد العزيز محمد كان صاحب هدف التقدم في الدقيقة 35، بينما تعادل لنادي الشرقية ياسر ابراهيم في الدقيقة 73 من عمر اللقاء. ماشي 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 يا فرج، ماشي نهيت نهيت ماشي نهيت، كويس كويس كويس، يلا يلا حميد حميد حميد، خش بقى جوه خش
جوه جنب تريكا واقف في الملعب. يلا غدوة علي يا نايمي انزل شوية لتحت. السيد يوسف على طول لعب على طول السيد، لكن حامد فصل. برافو يا حامد. رمي التماس لصالح فريق نادي فاوس اللي بيبحث كده عن العودة مجددا في اللقاء بعد تعادل فريق الشريعة عن طريق ياسر إبراهيم. على طول محمد صالح يخرج الكرة إلى رمي التماس. صالح مصطفى العرباوي، ادي مصطفى بيلعب، مصطفى رمي التماس يخش صالح على طول. كراوش، طبعا كراوش، محمد صالح قبل منه صالح ويلعب الكره طوليه العرضيه باتجاه اللاعب كريم سمير. كريم سمير هيعمل ايه؟ كريم فرج كمال عبد الغني غنوه يرجع كده لحارس مرماه محمد مشمش اللي بيلعب في وسط الملعب ناحيه تريكه. تريكه بيحضن على كورته ياخدها صق. تريكا جاي له علي الجنايني بيلعبها تريكا هناك خالص عند احمد عبد الغني غنوه، لكن زيزو برافو يا زيزو. يلا يلا خيري يضغط على طول ياسر ابراهيم البديل اللي نجح ياسر براسيه رائعه في ادراك التعادل لصالح فريق الشريه. ادي كراوش محطه مهمه جدا كراوش، لكن حكم اللقاء يحسبها ضربه حره مباشره لصالح فريق فوز نتيجه لمس الكره ليد احمد صقر. هنشوف الحكم بيقول ايه. حامل الرايه بيقول له على الشرعيه والقرار في النهايه لحكم اللقاء. رايح والله يتشاور مع الحكم المساعد بيقول له لاعب فوز كراوش. نترك التعليق لزميلنا محمد الجزار. شكرا لصديق العزيز علي نبوي. والمباراه اعزائنا المشاهدين على صفيح ساخن، واعتراضات بالجمله على حكم المباراه محمد كابو والجهاز الفني لنادي فوز الرياضي بيعترض على قرار الحكم. لابد من الالتزام بقرار الحكم. مشهد لا يليق على الاطلاق ولا نتمنى مشاهدته في ملاعبنا مهما كان ما يحدث. اعتراضات من الجهاز الفني لنادي فوز الرياضي على الحكم محمد كابو، وحديث من اللواء صابر الشاطفي مراقب المباراة والمساعدين، ونزول أفراد الأمن على طول، وتعليمات من الجهاز الفني لنادي الشرعية بقيادة الكابتن مصطفى مزيكا مع ياسر إبراهيم صاحب هدف التعادل لنادي الشرعية، وأيضا اللاعب كريم سمير مهاجم الفريق، والبحث عن هدف التقدم لكل فريق خاصة نادي الشرعية اللي تمكن من العودة مرة أخرى أعزائنا المشاهدين لأجواء المباراة، وتمكن من إحراز هدف التعادل عن طريق البديل ياسر إبراهيم بضربة رأس ولا أروع. وعبد العزيز محمد ومحاولات لتهدئة اللاعبين من الكابتن محسن الشبراوي. ستة وثلاثين دقيقة من عمر الشوط الثاني أعزائنا المشاهدين، ومحمد كابو يتحدث مع الجميع ويحاول تهدئة الأمور، وهو ده طبعا الحكم الشاطر والحكم الذكي اللي لازم يتعامل مع الامور بدبلوماسيه. اكيد القسم الثالث او الممتاز به يختلف الوضع عن الدوري الممتاز. برافو يا محمد كابو، وايضا برافو اللواء صابر الشواتفي الذي لا يترك صغيره ولا كبيره الا ويحاول دائما التدخل فيها لتنتهي الامور وتسير على ما يرام. كرة بدون أي عنوان بعيدة وعالية من حامد فيصل، تجلي منه تطلع ضربة مرمى لفريق نادي فوز الرياضي. حتى الآن الدقيقة 37
الفريقين يرتضيان بالنقطة بعد تقدم فاووس في شوط لمصلحة فاووس تماما الشوط الأول، بينما شوط ثاني السيطرة التامة والأداء والمستوى الأفضل لفريق نادي الشرقية اللي أجرى تغييرات، ثلاث تغييرات اضطرارية وواجه ظروف صعبة الحقيقة. الكابتن مصطفى عبد الغني مدرب الفريق، لا مصطفى مزيكا، وأيضا مساعده الكابتن ناصر عبد الغني، شعلة النشاط التي لا تهدأ على الإطلاق، ومحاولات مرة أخرى، لكن يطلع الدفاع رقم 12 احمد عوف البديل اللي نزل فيه الشوط الثاني. 37 دقيقة اعزائنا المشاهدين من عمر الشوط الثاني، و8 دقائق فقط على نهاية الوقت الاصلي غير الوقت الاضافي اللي هيشاور بيه الكابتن محمد كابو. ادي كرة طويلة وملعوبة ناحية الشمال عند زيزو، ويقع زيزو يحسب فاول على طول محمد كابو. فاول على احمد عبد الغني لمصلحه عبد العزيز محمد، وحماس منقطع النظير اعزائنا المشاهدين من لاعبي الفريقين بحثا عن تسجيل الهدف الثاني لمصلحه نادي فاووس الرياضي. عبد العزيز محمد من ناحيه الشمال عبد العزيز، وهيعمل العرضيه خطيره على مرمى محمد مشمش ونادي الشرقية. والنتيجة للي بيسأل معانا والمش متابع من البداية 1-1. كرة ملعوبة عالية وخطيرة وكراو شوبا جول فاووس كراوش، الهدف الثاني عملوها الثاني وسجلوا الهدف الثاني. محمد كراوش يسجل الهدف الثاني لنادي فاووس، وفرحة كبيرة يحرزها بعد هدف التقدم لمصلحة نادي فاووس الرياضي. محمد كراوش يا ولد يا لعيب، رأسية جميلة على يمين الحارس محمد مشمش. 2-1 لنادي فاووس الرياضي. خطفها كراوش صاحب الضربات الرأسية القوية والقوة الجسمانية واللياقة البدنية، وتقدم لنادي فاووس الرياضي 2-1. مباراة حلوة، مباراة جميلة، مباراة ولا أروع، والتقدم لنادي فاووس الرياضي 2-1. بقول لكم عبد العزيز محمد يا جماعة، الكور اللي بيلعبها كلها جميلة جدا، تخصص كرات ثابتة. الهدف الثاني إذن في الدقيقة 39 من عمر الشوط الثاني. اثنين نادي فاووس الرياضي، 1 نادي الشرقية، في مباراة قوية ومثيرة ومتقلبة. رغم نجاح نادي الشرقية في إدراك هدف التعادل، لكن كراوش يسعد حوالي أكثر من 1500 مشجع متواجدين النهاردة بيساندوا فريق فاووس في مباراة جماهيرية جميلة جدا الحقيقة. وبيتقدم كراوش لنادي فاووس، لكن مش هيسكت كريم سمير، والدفاع على طول يشتت وطلع. حوالي عن 5 دقائق اعزائنا المشاهدين على نهاية الوقت الاصلي، هل سيصمد نادي فاووس ولا هيتمكن نادي الشرقية من احراز هدف التعادل؟ يا ولد يا لعيب، يغير الملعب رقم 22 مصطفى العرباوي عند اللعيب الكبير قوي عبد العزيز محمد. يا جماعة لعيب كبير قوي عبد العزيز محمد ده يا جماعة، راجل بقول لكم والله رجله تتلف في حرير. عمل العرضية لمحمد كراوش وقال له، قال له انت وضميرك يا كراوش، انت والشبكة ويلعبها، لكن الحقيقة يسأل في الهدف محمد مشمش. الكرة عدت من تحت ايده كده مشمش، كرة سهلة، والكرات اللي زي دي ممكن تكسبك 3 نقط او تخسرك 3 نقط او تخرج بيك بنقطة، لكن محمد كراوش عملها براسه حلوة، عملت بند وهزت الشباك وفرحت كل المشجعين بتوع فاووس، وتقدم فاووس الرياضي على الشرقية 2-1 في مباراة قوية جدا جدا زي ما توقعناها من البداية. فاول لنادي الشرقية لمحمد خيري صانع هدف التعادل لياسر ابراهيم لنادي الشرقية،
وطبعا المباراة دلوقتي على صفيح ساخن ودقائق صعبة جدا. نتمنى ان شاء الله تخرج لبر الامان. الدقيقة 41 وتغيير ثالث، هينزل مدافع محسن الشبراوي عايز يأمن الدفاعات وعايز يخرج بالثلاث نقاط ويحقق اول فوز. يلا يلا يا شرقية، يلا يا يلا يا فوز. عموما الافضل يفوز والاكثر جدارة بالثلاث نقاط يفوز بها، وممكن نقطة لكلا الفريقين. وادي عرضية وخطيرة، سيد يوسف يمسك سيد يوسف الكرة على مرتين ويحافظ على شباكه لحد دلوقتي. اتنين نادي فاووس، واحد نادي الشرقية الرياضي هنا على ارض مركز شباب الديدامون. اعزائنا المشاهدين، ضمن منافسات دوري القسم الثالث الذي ينظمه منطقة الشرقية لكرة القدم المجموعة العاشرة، نادي فاووس يبحث عن انتصاره الاول بعد تعادلين وخسارة، بينما نادي الشرقية يبحث حتى ولو عن نقطة التعادل في ظل تأخره حتى الآن بنتيجة 2-1. نادي فاووس الرياضي يفجر المفاجأة أعزائنا المشاهدين ويحقق التقدم حتى الآن على حساب نادي الشرقية بهدفين مقابل هدف أحرزهم عبد العزيز محمد ومحمد كراوش. وبنلعب أعزائنا المشاهدين في الدقيقة 43، المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أعزائنا المشاهدين. وادي كرة ملعوبة ولكن محمد كابو بيقول العب على الصفارة. دقيقتين على نهاية الشوط الثاني والمباراة والوقت الأصلي، وهنشوف محمد كابو هيحسب كام دقيقة وقت بدل ضايع. رمي التماس خطيرة وبتدور على حد تريكا لكن لسه يقف على الكورة محمد تريكا، يفتح الملعب فارق كمال في نص الملعب ناحية اليمين عند أحمد صقر، يفتح الملعب عند محمد خيري البديل. يلا يا خيري، خيري يقف على الكورة يلعب عند رقم 11 اللي عايز يعدي في نادي الشرقية علي الجنايني، لكن ترجع الكورة عند الكابتن فارق كمال لمحمد خيري. محمد خيري يا ولد يا لعيب، يفتح الملعب عند احمد صار التاني ناحيه اليمين، صار عايز يعدي لكن يرجع لخيري في نص الملعب، ومحاولات البحث عن هدف التعادل اعزائنا المشاهدين لنادي الشرقيه، لكن ينظف على طول مصطفى العرباوي، تطلع الكره وتوصل عند الحارس مشمش، يلعب لفرج كمال. فرج كمال في نص الملعب عند محمد تريكا ونهاية الوقت الأصلي أعزائي المشاهدين. ونشوف الكرة دي قالوا خطيرة ياسر إبراهيم وبطالب بركلة جزاء، لكن محمد كابو بيقول هنشوف بيقول إيه، المساعد بيشاور بيقول الكرة خبطت في إيد المدافع وركلة جزاء. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ ضربة جزاء ولا إيه؟ ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع. يا نهار أبيض على الإثارة، يا نهار أبيض على الإثارة يا جماعة، مش ممكن مش ممكن اللي بيحصل. وادي الجماهير نازلة أرض الملعب، والجهاز الفني لفاووس والجهاز الفني للشرقية الكل نازل لأرض الملعب. محمد كابو قال الكرة مفيش حاجة، لكن المساعد التاني حسن جودة شاور له قال له الكرة فيها لمسة يد وضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع. مش ممكن الإثارة ولا ممكن الندية اللي حاصلة هنا على أرض مركز شباب الديدامون يا جماعة. إثارة ما بعدها إثارة والله. اطلع بره يا ياسر. ضربة جزاء في الدقيقة الأولى لنادي الشرقية بعدما لمست الكرة يد أحد المدافعين. وأدي طاقم الحكام في حراسة الأمن، وطبعا الحكم سيد قراره أعزائنا المشاهدين. احتسب الحكم الكابتن محمد كابو، هنشوف ركلة جزاء ولا ايه بالظبط.
وكل أعضاء الجهازين الفني والإداري في أرض الملعب. هرج ومرج زي ما انتم شايفين اعزائنا المشاهدين في مباراة نادي الشرقية ونادي فاووس الرياضي. المباراة تقترب من النهاية والحكم يحتسب ركلة جزاء لنادي الشرقية في الوقت بدل الضائع، الدقيقة الأولى من عمر المباراة أو من عمر الشوط الثاني، الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. التقدم لنادي الشرقية، التقدم لنادي فاووس الرياضي بهدفين مقابل هدف، والمباراة تقترب من لفظة أنفاسها الأخيرة، لكن الحكم محمد كابو من منطقة بورسعيد بيحتسب ركلة جزاء لنادي الشرقية في الوقت القاتل، لكن اعتراضات بالجملة من الجهازين الفني والإداري والكل نازل أرض الملعب هنا على أرض ملعب مركز شباب الديدامون. وادي مدرب نادي الشرقية بيهدي لعيبته وبيتكلم معاهم، وزي ما انتم شايفين الملعب تحول الى ساحة وكأنها ليست مباراة رسمية، مباراة في دوري القسم الثالث اعزائنا المشاهدين المجموعة العاشرة. وما يحدث كما نرى اعتراضات كبيرة بسبب ركلة جزاء، هنشوف اتحسبت ركلة جزاء ولا ايه على نادي فاووس لمصلحة نادي الشرقية. وزي ما انتم شايفين المنظر، انزل شوية اعتراض على ركلة جزاء لمصلحة نادي الشرقية الرياضي في مباراة ضمن دوري القسم الثالث هنا على ارض مركز شباب الديدامون في فاووس. لاعبو نادي الشرقية بيطالبوا باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد، لكن هنشوف القرار النهائي للحكم ونزول الأمن إلى أرض الملعب، مشاهد لا نتمنى حدوثها بالتأكيد في ملعبنا، لكن إن شاء الله الأمن يقدر يفرض سيطرته كما اعتدنا وتخرج الأمور إلى بر الأمان في هذه المباراة. نزول أعضاء الجهاز الفني لأرض الملعب، هل ركلة جزاء أم لا؟ واعتراضات لاعبي نادي الشرقية اللي بيطالبوا بالانسحاب من أرض الملعب، والقرار يبقى في النهاية لحكم المباراة الكابتن محمد كابو، لكن برافو على طول أفراد الأمن بيخرجوا كل الناس من الملعب. وهنشوف القرار النهائي للكابتن محمد كابو، هل هيحسب ركلة جزاء ولا ايه؟ وادي شايفين اعتراضات من لاعبي نادي الشرقية واعضاء الجهاز الفني والاداري، واعتراضات ايضا من لاعبي نادي الشرقية، وهل هتتحسب الكرة ركلة جزاء ولا ايه؟ زي ما انتم شايفين المشهد كما ننقله لكم على الهواء مباشرة هنا من أرض مركز شباب الديدامون وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي نادي فاووس الرياضي. والمباراة الدقائق الأخيرة، انتهى الوقت الأصلي ولدينا 5 دقائق وقت بدل ضائع، مرت منهم الدقيقة الأولى واحتسب الحكم الكابتن محمد كابو خطأ. هنشوف هل ضربة ركنية، ضربة ركنية، ما احنا بنقول اهو اعزائنا المشاهدين لمن يتابع معنا المشهد حتى الان.